سلام البنات، كيراكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. هذا الموضوع بزاف مهم واللي نطرح شحال من خطره السؤال عليه، هو العيش في امريكا وشحال يكلف العيش في نيويورك بالذات، وليس امريكا كلها لان امريكا في شحال من ولايه، ونيويورك بالذات شحال يكلف فيها العيش. يعني يجيني هذا اسئله ويجوني في الماسنجر بزاف. شوفوا الماسنجر وكون نوري لكم يعني لي ميساج لهم يوصلوني، ولا انستغرام ما تامنوش تقولوا انا عندي مليون متابع في القناه. اليوم ان شاء الله بغيت نتحدث معاكم على تكلفه العيش في نيويورك، وش هي السلبيات وش هي الايجابيات. خليكم معايا، تسوشال لايك والبارتاج تاع الفيديو، وان شاء الله نفيدكم. اول حاجه غادي نوضحها معكم البنات هي انه انا ماني ساكنه في نيويورك، انا راني ساكنه في جيرسي سيتي. نيو جيرسي هي مدينه، جيرسي سيتي مدينه، ويسكنوا فيها يعني بزاف العرب ومختلطه فيها يعني كاع الاجناس. وكما راكم تشوفوا هي مدينه مي جايه كالم، يعني ما راهيش كيما نقولوا ماشي كراودد، ماهيش ما فيهاش ازدحام، ما فيهاش يعني ضغط، ما فيهاش. تعجبني بزاف ونفضلها على نيويورك بزاف بزاف، باسكو نيويورك مدينه سياحيه. يعني انا نفضل نيويورك على اساس انه نحوس فيها، ندور فيها، ان نفوت نهار شباب فيها، مما نبغيش السكن فيها. ونقول لكم معليه البنات، شوفوا شوفوا انا البلاصه اللي ساكنه فيها حدايا بارك، الله الله، وين تخرجي تتنفسي تشمي هواء نقي، تعيشي يعني مع راسك كيما نقولوا، تنسي الضغوطات تاع الحياه وكل شيء. اما نيويورك، نيويورك كبيره البنات، كبيره كبيره كبيره. يعني انا ديك خطره روحت لها، غير روحت لواحد البلاصه اسمها جورج ليك، جاي في نيويورك قعدت 6 سوايع البنات، هذه غير في نيويورك قعدت 6 سوايع باش وصلت لهذيك البلاصه. نيويورك كبيره كبيره، مي البلايص اللي مشهورين بزاف فيها اللي يسكنوا فيهم العرب وخاصه الجزائريين هي بروكلين وكوينز. اللي قلت لكم تفهموا مليح بلي الجزائريات ما ساكنين في مانهاتن، باسكو انا كنت ديكم مانهاتن تبداو تقولوا لي كاين ناس تما، كاين ناس ساكنين ماشي في مانهاتن البنات، ناس ساكنين في بروكلين، ساكنين في كوينز، ساكنين في مش عارفه انا وين. ليسونسي ماشي في مانهاتن، ممكن تكون شي جزائريه ساكنه في مانهاتن ممكن، مي ما ناكد لكمش. علاه؟ باسكو مانهاتن غاليه بزاف البنات. هي راني خرجت لكم شحال من خطره وريت لكم، هذه مش باش نطيح لكم مورال. يعني كان ماريكان فيها بزاف ولايات، فيها بزاف بلايص شابين فيها، يعني كما انا شوفوا راني ساكنه في جيرسي سيتي ونقدر نروح نيويورك وقت مانهاتن، نحكي على مانهاتن، نقدر نروح لمانهاتن وقت اللي نبغي، يعني ضروري نبغى نروح نركب في التران ونروح عادي، يعني ما عنديش مشكل وماش بعيده بزاف. بصح مانهاتن هي غاليه بزاف، يعني شومبرا وحده، شومبرا استوديو تاع شومبرا وحده في داون تاون تاع مانهاتن ولا تكروه فايت 2000 دولار. راني يعني على زعما شوفوا واحد المساحه وين تتمشي خطوه توصلي يعني للباثروم، تمشي خطوه يعني كوزينه داخله في وسط داخل في دق، يعني واحد استوديو صاري لك كيما واحد الشومبرا. حنا عندنا كبيره في البلاد، عندنا يعني عندنا في الدار في الديار تاعنا كيما نقول، دخلي الشومبرا هكا تاع صاله مثلا، دخلي الصاله تاعكم ديك الصغيره فيها صالون فيها، ممكن تلقي استوديو داير كيما هكا وهما مدخلين كلشي في كلشي ب 2000 دولار. البنات واللي سقسوني شحال 2000 دولار، 2000 دولار اللي هي راهي 41 مليون للشهر، هذا غير الكراء وحده. واني نحكي على استوديو وين تسكنيتي وحدك، ماشي استوديو الفايده، قولي شومبرا استوديو داخل في بابا. اما بالنسبه للشومبرا اللي تبغي دير روميت، يعني تدخل مع الناس، واني نحكي خاصه البنات اللي يطلعوا وحدهم ويبدوا يستفسروا ويبدو يكذبوا عليهم شي ناس ويقولوا لهم حنا رانا اما بنعمه ربك فحدث. سمحت هذه الجمله رسخت لي في البال، اما بنعمه ربك فحدث، ما على باليش على هذا الايه دخلوها في ماريكان، ما فهمتش انا. سافري كون النعمه نعمه، شوفوا البنات النعمه الرزق على ربي، الرزق على ربي، كي دير ربي في خاطرك في بلادك وتعيشي اليس، ماشي حتى تطلعي ماريكان. المهم هذه سمحت هذا ما عرفش باين نقول شكون اللي حكاوها. زعما كينات كي شغل قال لك بلي زعما حنا في ماريكان اللي نمدو الحقيقه عليها بلي ماريكان يعني شابه، بلي ماهيش غاليه كيما الناس هاي تهضر، ماهيش منا رانا في نعمه نتحدثوا عليها. بصح يكذبوا عليكم، باسكو لو كان انتي مثلا كي طالعه وحدك وديري على هاد الناس لهم يقولوا لك رخيصه ومنهاتن رخيصه، نيويورك رخيصه، الخدمه كاينه منا، تي تي تي، وتطلعي وتتشوكي،
فما ما تلومي غير نفسك، باسكو كيما كاين قنوات يزيدوا في الهضره ولاعبينها باللي عايشين مانيش عارف شا، يعني يجوا من البلاد يطلعوا هنايا ويولوا يزوخوا على بنات بلادهم، تبدا تزوخ عليك. وشوفوا انا هي اصلا مش ساكنه في منهاتن، هي ساكنه في بلاصه بعيده على منهاتن، تجي لها تقول لك شوفوا وراني وشوفوا انا راني ساكنه ما بقيتش منها. فلهذا كيما كاين قنوات تكذب عليكم، كاين قنوات تعطيكم الحقيقه. البنات انا دائما كي نهضر لكم مانيش نطيح في المورا ولا نهضر بسلبيه، ماري كان بزاف شابه وماري كانت تعيشي فيها علامه كي تكوني خدامه. مين تي طالعه وحدك يلقلك تفهمي مليح، بلا كي طالعه وحدك يلقلك تجيبي الدراهم، جيبي معاك الدراهم كبار ماشي دراهم تاع 20 مليون تقول لك بلي غادي تفري لك. بتسكني في منهاتن، منهاتن 20 مليون ما غادي دير لك والو، اسكو تخلصي كراك ولا تاكلي برا. شوفوا برا خرجتكم شحال من خطره وكليت قدامكم وريت لكم الاسعار، يعني الا اذا بغيتي تاكلي طرونش تاع بيتزا برا وديري لاشان على جالها على جال طرونش تاع بيتزا دير بدولار ومع البناش كي مخدومه وتاكليها هذيك صباح وحشيه، هذيك حاجه تخصك. اما اذا بغيتي يعني تفطري غايه ولا مش تفطري غايه زعما فطور فخم، فطور فخم هذاك نسيه، تروحي الريستورون وتجمعي ديتكم عند الريستورون تاع الاتراك وشفتوا الماكله بشحالكم، ما تخرجيش يعني بديك 60 دولار ولا فايت ماكش خارجه، وديري يعني حساب تاع فواتيرك انت اللي غادي تخلصيهم منا، ما غاديش تاكلي بديك الحسبه تاع 60 دولار. هذه نهضر على اللي راهي طالعه وحدها ورامي زعقوا عليها يقولوا لها بلي كلشي رخيص. طلعوا البنات والله العظيم غير شفت واحد التعليقات تاع وحدين، وحده طلعت وقالت لهم بلي يا البنات عاونوني، قالت لهم فيكم حطت ستارتي قلت لهم عاونوني يا بنات بلادي، قلت لهم انا طلعت جديده وراني في واحد الشومبرا ميران بغيني خرجوني، مولاها بغي خرجني باسكو ما نجيبش نخلص الكلا وما لقيتش خدمه. شتو وين طاحت، شتو وين طاحت؟ ولا وحده في الكومونتير قلت لها روحي عندي ولا نساعدك، كاش من هذيك تاع صحاب القنوات اللي يقول لكم رانا هنا واي حاجه خاصتكم، هذيك كي تجي في الصح يدرقوا كاع باسكو ما كاش تنجم تعاون. نسيتو في الوقت الحالي كاين اللي تخاف، كاين اللي متزوجه، كاين راجلها اللي ما يبغيش، كاين اللي مثلا هي ساكنه وحدها هنا طلعت وحدها ساكنه مثلا روميت ساكنه مع ناس وفيها هذاك الحسد في هذاك البوط تاع بنت بلادها طلعت ما توري لها ما تعاونها ما والو. بس كاين فرق، كاين فرق بين تكوني متزوجه وعندك راجل اللي يحكم فيكم ما يخليكش يعني تتلاقي مع اي وحده، يعني كاين الخوف سبحان الله. وفرق بين تي طالعه ساكنه وحدك يعني مع البنات في عندك شومبرا وبنت بلادك طالعه خاصها اللي تعاونها ما تعاونيها. المهم نقولوا انت جيتي وحدك وجبتي معاك هذيك 20 مليون وبغيتي تكري في مانهاتن، باسكو مانهاتن ممكن لقيتي تلقي خدمه في مش عارفه انا وين، وبغيتي تكري مش ابارتمنت بغيتي تكري يعني شومبرا صغيره، يعني نقولوا كاقل اقل تكلفه ممكن تلقيها اقل تكلفه هذه، باسكو الشومبرا غاليه من 1000 1300 وطلعت شومبرا وحدها. ممكن انا نعطيك غير 800 دولار سيدي، 800 دولار نقولوا كريتيك شومبرا اللي هي 16 مليون، 16 مليون بقات لك منها 4 ملايين وانتي عندك مصاريفك هذوك الايامات بلا ما لقيتي خدمه وتقعدي تخرجي وتحوسي وتبغي تاكلي الماكله عندك في النهار، يعني اذا كليتي مثلا فطرتي برا وتعشيتي برا مثلا كليتي نقولوا بلان تاع تشيكن اوفر رايز مش عارفه انا شا تشري بواحد 12 دولار ولا 10 دولار كاع نقولوا، ومن بعد حشيه ثاني تبغي تفطري هكا ساندويتش ولا حاجه نقولوا سيدي، وانت كي زعما هنايا راكي تقرصي راكي تحوسي تسيفي باسكو الدراهم بالخف يروح. طلعي حسابك شحال غادي تستقام، نقولوا اليوم مثلا كليتي بواحد 35 دولار، 35 دولار كون نجو نحسبوها بالدينار تاعنا اللي هي واحد 700 ميل. انا غادي نعطيك هنا غير بالتقريب وانت طلعي حسابك. شوفوا اللي تجي وحدها الامريكان اول حاجه اللي ضامن بلاصتها وبلاصتك، يعني اذا انت كنتي بدراهمك طالعه ومدسه دراهم ملاح وشابين وكل شيء وبغيتي تكري في منهاتن اللي ضامني قبل، ضامني قبل يعني الشومبرا اللي بغيتي تكري فيها. باسكو البنات على بالكم بلي هنايا منهاتن راهي بلاصه سياحيه كراودد مزدحمه، يعني اي حاجه تبغي تروحي تشري من برا من عند هذوك البوشكار تشري ديري لاشين. المواصلات فيها بزاف يعني ما نكذبش عليكم سيركلاسيون كبيره كبيره كبيره، الضغط تاع الخدمه الضغط تاع الطاكس تخلصي الطاكس اي حاجه ترفديها غاليه. فما ننصحش انا بالسكن في منهاتن الا اذا كنتي تيام مطلعه دراهمك وتاكل على روحك وعارفه روحك اش كديري. اما انت انسانه بسيطه كبغي تطلعي باش تاسسي حياتك منهاتن كاع ما تساعدكش الكراء ولا في السكن، تروحي تسكني في جيرسي سيتي ولا جيرسي سيتي البنات غالي الكرا
جيرزي سيتي راه غالي، يعني جيرزي انا زمان كي جيت لها كان الكرا رخيص، حتى منهاتن وكانت يعني الكريه فيها شويه رخيصه. انا واحد الوقت كنا باغيين نطلعوا نعيشوا فيها، مي يعني كي قعدت نطلع لها هكا ونلقاها مزدحمه ونلقى ميديتي بزاف ونلقى يعني هذاك الغاشي بزاف والاجناس يعني وما تعرفش شحال غادي تسكني، بطلتها. انا نسكن في بلاصه في مدينه تكون كالم فيها العرب فيها المساجد فيها احسن، منهاتن ثاني فيها المساجد، مي ما نسكنش في بلاصه سياحيه ما هيش مناسبه للسكن. اما هذيك اللي تقول لك انا راني طالعه مع اولادي ومع راجلي، وجات هذه الاسئله طالعه مع اولادي ومع راجلي وانا باغي نعيشوا في نيويورك، شوفي انت نيويورك وين بصح ما قلتي لنا شوين. كاين اللي تقول لك انا باغي نسكن في مانهاتن، لك راكي طالعه عائله اختي، لك راك تطلعي ملايين ملايين طلعيهم باش تنجمي تعيشي غير في داك الديبي تاعك، باسكو غادي تكري ابارتمنت، ابارتمنت شحال غادي تكلفك؟ ابارتمنت التاليه تاع وان بيدروم في مانهاتن 2500 وطلع، 2500 اللي هي قولي واحدة دوك نحسبها لكم هي واحد 50 مليون البنات، وطلعي حسابك. هذا نهضروا على ابارتمنت، اما فاميلي هاوس هذاك ما نهضروش عليه، نهضروا غير على لي زابارتمون. فاميلي هاوس لا بغيتوني ندير لكم فيديو، خلوا لي في التعليقات تاعكم. ان شاء الله برك يكون فاتكم هذا الفيديو، ما بغيتش نطولها اكثر ونتعمق اكثر، وما بغيتش يعني باش ما نتلفها لكمش. سابو هضرنا على الكرا، الحاجه اللي ما كاش اللي ما يعرفهاش في ماريكان ولا حتى لهم في البلاد ويسمعوا بها بزاف، هي الكراء بزاف بزاف غالي البنات، ماشي الماكله. الماكله ما نهضروش عليها البنات، ما انا نهضروش على الماكله، ماكله رخيصه. هضرنا مسبقا باللي الاكل رخيص في امريكا، يعني تشري دجاج تشري ديك تشري ديك، مي الماكله الجاهزه في مانهاتن غاليه، يعني باش تدخلي ريستورون كما قلت لكم غالي باش تخلصي يعني حسب تاع الفطور. اما هذاك اكل تاع الشوارع اللي عادي تاع بوشكار وكل شيء هذاك مليح، مي تعرفوا ماشي كاع نقيين ومشي كاع نجمو ناكلو من 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 البوشكار. يعني احسن حاجه الواحد يديرها هي ياكل من ريستورون ديريكت، والحاله تعرفوا باللي غالي هنا في امريكان. اما اذا بغيتي بيتزات بيتزات منهم وعليهم، مي العجين ماشي مليح للصحه. المهم الحاجه يعني اللي تدي بزاف الدراهم هي الكراء والفواتير اللي تجي في اخر الشهر، التريسيتي الغاز الطاكس، تخلصي الطاكس هذه ما عارفش تكوني تخدمي لا بغا النسبه تاع اللي تديها تاع الدراهم قليله، الطاكس بوك تخلصيه. هذه ما كاش مواطن، مش مواطن، ما كاش حد في امريكا هنا ما يخلصش الطاكس، اللي خدامين كاع يخلصوا الطاكس. المهم هذه هي. اما حاجه واحده اخرى بالنسبه للاكل، بالنسبه للمدارس، مدارس البابليك سكول هنا باطل، واش تخلصي الا اذا دخلتي في الاسلاميك سكول، هذيك ما نهضروش، هذاك موضوع اخر. بالنسبه يعني الماكله تاعك تاع السيمانه، كل انسان شحال يصرف في السيمانه، كاين اللي يصرف 200، كاين اللي يصرف انا 100، كاين اللي يصرف 500، كل انسان والعيشه تاعه. يعني اذا هو يبغي ياكل يبغي يتفحشش يبغي ولا يبغي يدس يبغي يعني يزير لي ده منا، هذيك فواتير تاع اخر الاسبوع تاع في الاسبوع تشري تصبر روحك صافه. يعني كل واحد كيف قلت لكم 200 100 دولار 200 دولار، خاصه اذا عندك الصغار، اذا عندك الصغار غادي تفوت 200 دولار في السيمانه هذه اذا انت كنتي مزايره، اما اذا كنتي راخفه هذه غادي تفوت تفوت. المهم انا مش باين بزاف نطول هذا الفيديو، مش باين بزاف نطول عليكم الهضره باش نتوما ما صعبهاش عليكم، يعني خليها لكم هكا سهله. انا حكيت لكم شكاين وش ما كاش حكيت لكم على المعيشه في مناطق كيفاش دايره، وبالنسبه للناس اللي يروحوا يهضروا لكم يقول لكم لا منا هذوك الجزائريين راهم يصعبوا فيها عليكم، هذوك الجزائريين يعطوكم السلبيه، هذوك الجزائريين بركية يبوكم ما يطلعوش معنا، علاه ما نبوكمش ما تطلعوش. ان شاء الله يا ربي اي وحده في قلبها طلع امريكان الله يسهل لها، ان شاء الله تجولها وتجو تسكنوا فيها وتشوفوا شنو رانا نهضروا، باش ما تقعدوش هكا في قلوبكم تقولوا هما ساكنين فيها وحنا من نجي فينا، حنا نطوكم في الحقيقه وانتم دبروا راسكم. ان شاء الله هي شوفي امريكان زينه، العيشه فيها مليحه، احسن 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 بزاف في شي صوالح، احسن بزاف ومليحه وشابه، وكما فيها ايجابيات فيها سلبيات، هذه هي كل بلاد فيها ايجابيات فيها سلبيات، خاصه مع التدريس اللي راه واقع مع الدراسه اللي سمحتوا بها ومع بزاف امور واقعين هنا، ولات سلبياتها نقولوا اكثر، خاصه الانسان اللي يبغي يحافظ ولا العائله المتدينه والمحافظه. المهم البنات ان شاء الله كون فدتكم في هذا الفيديو، ما تنسوش بارطاج واللايك، خلوا لي تعليقاتكم ودعموا القناه، ونقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله، وتهلاو لي بزاف في روحكم، وباي باي.